مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم من خلال قناة الشروق بعد غياب دامة لفترات طويلة. أنا برحب بكم وسعيد جدا أن ألتقي بكم من خلال برنامج في الخاطر. كثير من الناس المبدعين في شتى المجالات، كانت فنية، كانت رياضية، اقتصادية، دائما هم يقدمون لنا وهم يظلون في الخاطر حتى وإن غابوا عن الساحة. أنا سعيد في أولى حلقات هذا البرنامج اللي من خلاله حنطوف على كثير من المبدعين في هذه البلاد الجميلة العظيمة السودان، سعيد جدا أنه أكون في أول الحلقات مع الأستاذ الفنان الكبير الموسيقار صلاح مصطفى، واحد من المبدعين الذين وضعوا بصمة واضحة في تاريخ حياتنا الفنية والاجتماعية والثقافية، وهذا هو مصدر سعادتي. أنا سعيد جدا ألتقي بك أستاذ صلاح، وبداية بقول لك الحمد لله على السلامة، ونحن سعيدين أنك تطل عبر أول حلقة من حلقات هذا البرنامج لأنك دائما في الخاطر. شكرا جزيلا وتحية طيبة على هذه الزيارة الكريمة، وأرحب بكم، رحب بالأخ فنان نجم الدين الفاضل نائب رئيس اتحاد المهن الموسيقية، وأرحب بأخي مختار دفع الله الشاعر الرائع، شاعر الروايع وشدر البلدي وبيوته، طبعا ده عنوان ثابت بيناتنا يعني. نعم. وأرحب بكل الإخوة الذين يعملون من وراء هذا العمل، وأشكر للأخ والصديق العزيز الصحفي الرائع الأخ زبير سعيد على اتصالاته وتحضيراته ليتم هذا اللقاء، والذي أنا أسعد به كثيرا، خاصة وأنني يعني محكوم علي بالبقاء بالمنزل لأكثر من 50 يوم يعني لظروف صحية، واللي يمكن كل الشعب السوداني بالداخل والخارج نحمد الله أنهم كانوا ملمين به وكانوا متابعين وكانوا مشفقين وكانوا يعني على اتصال دائم، وهذه المسألة طبعا لها تأثير كبير جدا على شخص تعود أن يكون مع الناس في الشارع وأن يكون معهم في المجتمعات وأن يكون متحرك وأن يؤدي مهمته ورسالته بالكامل في كل الظروف المختلفة. نعم. لكن إرادة المولى أن جعلت هذه الحادثة، واللي أنا أشكر الله كثيرا عليها. نعم. لأنها بالحقيقة هي يعني عبارة عن ثيرمومتر، يعني ممكن يكون مقاس مهم جدا بيوري وضعك في المجتمع. نعم. وأثر الحكاية دي على الناس المتابعين ومحبين للعطاء والأشياء، خاصة إن كان هذا العطاء يعني والحمد لله رب العالمين ممتد لعشرات السنين. نعم. فشكرا جزيلا مرة أخرى، وأتمنى أن يكون في هذا اللقاء ما يفيد وما يطمئن وما يريح كل المتابعين والراغبين في معرفة تفاصيل هذه. والله حقيقة أنا يعني من إطلالتك. نعم. ارتحت كثير جدا، لأنه الحمد لله يعني زي ما تكلمت في البداية أدوارك عظيمة وكبيرة، واسمح لي أرحب بضيوفك الأستاذ نجم الدين الفاضل فنان الكبير. أنا برحب بك وسعيد أنك تكون معي، وأيضا برحب بالأخ الشاعر الكبير والصديق مختار ضفع الله، ونتيح الفرصة لهم كمان يعني نحييهم ويحيوا الأستاذ صلاح والمشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أنا سعيد جدا أنه اطمأنيت على صحة وسلامة الأستاذ الفنان الكبير صلاح مصطفى،
حقيقة أنا يعني حينما لبيت دعوة الأخ الحبيب الزميل والصديق الزبير سعيد، كان في خاطري ذكريات ممتدة عبر عقود من الزمان، وفي ذهني وفي خاطري أيضا رد لدين كبير جدا يعني على عاتقي من الأستاذ صلاح مصطفى، وأنا يعني لا أزال أردد وأكرر بلا ملل إنه أستاذ صلاح مصطفى من الناس اللي فعلا يعني صنعوا اسمي في ويدان الشعب السوداني. وقاعد أقول للناس طوالي أنا حتى عبر اللقاءات الإذاعية والتلفزيونية إنه في فنانين غنوا لي وما أضافوا لي، وفي فنانين غنوا لي وأنا ما أضفت اليوم، وفي فنانين لما غنوا لي أضافوا لي. على رأس هؤلاء الفنانين الكبار أستاذ صلاح مصطفى بجماهيريته بنجوميته بفنه الأصيل اللي اجتذب حوله مجموعة كبيرة جدا من أهل السودان العاشقين لفنه، واللي تعرفوا عليه من خلال صوت ومن خلال اللحن الشجي اللي يعني طرز به أغنيتي أستاذنا الباشمهندس الفنان الكبير صلاح مصطفى. فأنا أكثر الناس سعادة إنه شهدته اليوم بخير وبعافية وبصحة تامة، ونحن نيابة عن قبيلة المبدعين أنا والحبيب نجم الدين الفاضل، وقبيل قليل شهيدنا برضو الأخ الفنان الجميل على العمرابي برضو من ضمن الحضور. نطمئن نيابة عن قبيلة المبدعين كل أفراد الشعب السوداني اللي بيلاقونا في الشارع بيسألونا عن الأستاذ صلاح مصطفى وعن صحة صلاح مصطفى، وكانوا على درجة عالية جدا من الحزن والأسى والتأثر لما أصابه. فنحن الآن نطمئنهم إنه أستاذنا صلاح مصطفى بخير وبعافية وكلها أيام إن شاء الله، ويعود إلى حديقة الغناء بلبل وكروان يغرد ويسري ويدان الناس ويرسم الفرح على فضاءات السودان كله. أنا قبل ما أمشي للأستاذ نجم الدين وأقول للأستاذ مختار إن شاء الله أنا هرجع لك ونشوف شدر بلدي وبيوتها عشان نشوفها زادت سنة كم إن شاء الله. أول حاجة التحية ليكم، وأنا أفتكر إنه يعني زيارتكم دي للأستاذ صلاح مصطفى إن دلت على شيء فبيدل على إنكم أنتوا ناس مهتمين بالمبدعين وبنجوم المجتمع عموما. يعني أنا بحييكم وحيي القائمين على أمر هذه القناة وعلى مجهوداتكم المقدرة، وبشكركم جدا. أنا والله بزعل شديد لما يعني أطمئن على أستاذي وأستاذ الأجيال الأستاذ صلاح مصطفى، يمكن دي يعني الزيارة الثالثة له الأخيرة طبعا بدعوة منكم، وبشكركم جزيلا. والحقيقة يعني الواحد لو دار يتكلم عن الأستاذ صلاح مصطفى بيكون داير له مجلدات عشان يعني أو مساحة أكبر، لكن نحمد الله على أنه هو يعني في تحسن. يعني آخر مرة أنا كنت معاه يمكن جد من زيارة كانت من وزارة الثقافة والإعلام الولائية، وكان هو راقد، فلما الليلة جيت يعني الحمد لله شايفه وجه ماشي، فكانت دي يعني منتهى السعادة بالنسبة لي. فأنا بطمئن جمهوره، ويعني أنا يمكن بحب يعني دائما كل ما ألقى فرصة إني أعمل زيارة للأستاذ صلاح مصطفى، لأنه بزعل شديد لأنه بستفيد منها الكثير أنا كنائب رئيس اتحاد المهن الموسيقية. الأستاذ صلاح مصطفى هو كان نقيب الفنانين في فترة طويلة جدا ولفترات يمكن دورتين أو ثلاثة، ونحن دائما هو مرجع بالنسبة لنا. يعني أنا والأستاذ عبد القادر سالم وأنا بحييه من هنا ومجلس إدارة اتحاد المهن الموسيقية، أي صغيرة وكبيرة دائما بنكون على اتصال بالأستاذ صلاح مصطفى، بنستقي من خبراته وبيدلنا وورينا الطرق، ويعني بيصعب علينا أشياء كثيرة صعبة تواجهنا. فأنا بحييه وبتمليه طول العمر، ونحمد الله إنه يعني شفناه وهو طيب. و بس أنا عندي وعد معاه يمكن قبل شوية ذكرته له ما عارف الكلام ده من سنة 74 أنا طالب أغنية لحد أسمى الداني لهذه نبرة واحد. بعدين هو ممكن أحكي لكم إنه يعني كانت كيف وكان اللغة كيف. شكرا جزيلا. أستاذ صلاح يمكن أستاذ المدين ذكر حاجة قبل شوية إنه كيف التغيته. نعم. وياريت أنت يعني تكلمنا أواصل في ياريت تواصل. نعم ياريت تواصل يعني الذكريات. نعم
والله حقيقة أولا يعني أنا أشكر الأخوين مختار ونجم الدين على الأحاديث الطيبة والإدلاءات الجميلة، وفيها كثير جدا من الأشياء اللي بترجع الواحد فعلا إلى ذكريات حلوة يعني. فكلام أخي نجم الدين، وانا يعني اللي يسمح لي اقول له اخي يعني انا كان ممكن اقول له الابن يعني بحكم الفارق بتاع السن وكده، لكن في مراحل معينه احنا كلنا بنزوي بهذه المساله ابنك كان كبر خاوي وبيبقى في اي بتبقى الحكايه في ترابط بيخليكم انتم مع بعض اخوان وانتم اباء وانتم كله يعني. القصة اللي أشار لها الأخ نجم الدين تعود إلى فكرة برنامج اسمه كلام وأغاني قدمته أنت. برنامج كلام وأغاني ده كان بيتقدم في التلفزيون القومي في الفترة من 72 واستمر لحد 75. بدأ برنامج وسيط وتم ترقيته إلى برنامج سهرة، ويعني وده طبعا بحكم الحمد لله النجاح اللي حققه ذلك البرنامج، وكان أسود وأبيض وقتها وما كان في تسجيل مع الأسف الشديد، كان على الهواء مباشر، عشان كده حتى دلوقتي يمكن بالرجوع للمكتبة ما بتلقى فيه أي حاجة غير يمكن ذكرى بس يعني. حقيقة أن البرنامج ده أنا أفخر جدا بأنه قدمت من خلاله الصديق نجم الدين الفاضل وخوي لعثمان ونور الجيلاني يا سلام، يوسف الموصلي يا سلام، حيدر بورسودان، ويعني حتى حيدر ده لما أقيف عنده بقول كلام عنه ظريف. وقتها كان عمره لا يتعدى 11-12 سنة، طفل وبيعزف العود بيده الشمال، وكان عنده مشكلة كبيرة جدا مع المصور. المصور بحاول يجيب حيدر لكن العود مغطي حيدر ذاته، ده من الصغر بتاعه من حجم الصغير. نعم، فكان ما شاء الله يعني أبدع وغنى غيب وتعال، ذكر جدا يعني. فنجم الدين زي ما ذكر يمكن أنا في وقتها أنا الزول اللي بيشترك معي ما بيشترك معي ساي، أنا كان عندي لجنة بعملها في السطوح بتاع التلفزيون الفندق الحالي اللي كان بتاعت فوق في السطوح، كان عندي اللجنة بتاعتي بعملها. ويعني أنا ما بقول لك كان في ديكتاتورية في الحتة دي ولا كان في، لكن محبتي للشغلانة وصدقي في التعامل معها كنت حريص بأنه أنا ما أقدم من خلال هذا البرنامج إلا الحاجة الفعلة ممكن تستحق تضيف حاجة. نعم. فكانت لقاءات أخ نجم الدين، أول حاجة مشكور هو زارني في 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 بيتنا معه الصحفي الله يرحمه سليمان عبد الجليل. سليمان عبد الجليل قدم لي نجم الدين، ونجم الدين وقتها لسه يعني طالب وجاء وبيعود وبيده الشمال السحرية دي ما شاء الله غنى لي أشياء جميلة. ولما اشترك معي في البرنامج فعلا وعدته قلت له يا أخي أنا هقدمك مرة ثانية يعني عشان تقدم حاجات جديدة وكده، لأنه قدم لي كان أغنية من الأغاني بتاعت التراثية أفتكر. نعم. ونفس الحكاية دي أنا يمكن طبقتها مع الأخ المرحوم خوجلي وكده. نعم. حتى نور الجيلاني ده أنا أتذكر من الحياة الجميلة اللي أشرت لي عليها، لما جاني للاستماع فوق جاء بشكلهم الطبيعي يعني كل واحد لابس على كيفه كده، قلت لي شوف في البرنامج ده حكاية على كيفك دي أنا ما داير، رتبوا حالكم تعالوا في شكل مرتب، أنتوا ككورس معنا اتفقوا تلبسوا شنو، وكان احترم الكلام بتاعي ده جدا، وفعلا جاء وظهر في البرنامج بصورة جميلة وصورة لبس موحد أي وزي موحد. وبعدها بأيام كان ظهر حكاية المهرجان بتاع الثقافة، وانا لحسن الحظ وقتها كنت المسؤول عن الجانب الغنائي، واخترت نور الجيلاني انه يشارك معنا وفعلا شارك في المهرجان. بدلينا ها؟
مادلينا بأغنية مادلينا مادلينا اي و اي فالحقيقة الأيام كانت أيام جميلة وقتها فعلا أنا كنت رئيس اتحاد الاسم كان اتحاد الفنانين طبعا الاتحاد دي هو مشى بأسماء كثيرة جدا بدأ برابطة ثم نقابة ثم اتحاد ثم اتحاد المهن الموسيقية كل ظروف عندها ظروف بتغير التسمية والنظام الأساسي بتاعه كده فحقيقة أنا كنت رئيس لمدة ست دورات بدت من 71 انتهت في 77 ودي الفترة اللي أنا عملت فيها البرنامج والبرنامج فكرته أنا لما قمت قدمت الاقتراح ده للتلفزيون كنت عايز أعالج به مشكلة كنا بنواجهها إحنا في الاتحاد يعني كان في شباب بيشتكوا من عدم إتاحة الفرص في التلفزيون الناس التلفزيون عندهم حكاية الجدول والجدول ده دائما بيخط فيه الناس المعروفين وكده فأنا عشان أحل المشكلة دي قدمت المقترح بتاع البرنامج ده وكانت من أهم فقراته حكاية العناصر الجديدة أنا بتقدمها من خلاله وفعلا نجحت في أنه زي ما ذكرت قبل شوية كل الناس اللي أنا ذكرتهم دي وكلهم نجحوا يعني وكلهم الحمد لله وده الحمد لله أنا يعني أشكر ربنا ده يأكد كلامي قبل شوية أنا قلت أنه أنا كانت نظرتي عندي معايير وكنت حريص عليها جدا يعني. يا اخواننا والله انا سعيد جدا باللقاء ده ويا نجم الدين لو ربنا يعني اكرمني واليد الشمال اللي هي طبعا محل الشغلانه ذاتها ان شاء الله لو خلاص فكينا الجبيره دي وقدر التداعي بتاعي ان شاء الله الداعي بتاعي ان شاء الله نقدر نقدم لك الحاجه المطلوبه يعني ان شاء الله انت مختار صاحبي وصديقي واخوي من بدري جدا وانا والله يعني كل احباب الشعراء ديل انا يعني ما في بعض الناس ما غنيت لهم فاتمنى انه يعني باقي عمري ده اقدر اقدم لكل حبيب منكم لانكم ناس ارغام يعني ما لا يستهان بها فده يكون وعد انه في كلمات منك والحان الاستاذ صلاح والله انا ما عندي رد على الاخ نجم الدين الا انه اقول له نجم الدين من اصوات الشجيه جدا انا بتمنى من بدري يعني انا ولد صغير نجم الدين ده فنان كبير كنت بتمنى انه كنت بتمنى انه يغني لي يعني سبعينات يا نجم الدين قالوا قطع السكر و احليلك يا اسمر لا ومن وقتها صغير وليه حسي مش كده نعم والله شرف كبير لنا نجم الدين من الاصوات اللي انا بحبها جدا وبتربط بيننا علاقات يعني متعدده غير الوسط الفني احنا اصدقاء واحباب وبيننا علاقة دم كمان يعني فسعيدين والله استاذ صلاح انا ارجع لك تكلمت عن الاعلام انت تكلمت وانت اشتغلت او كنت مقدم برامج نعم وهو يعني الناس اللي برزوا من خلالك اصبحوا نجوم ربنا يرحم الذين رحلوا والقاعدين نعم. الحمد لله لهم نجوم والتحيه لهم ولاسرهم نعم نحن بنحييهم كلهم انا دار اتكلم عن الاعلام الاعلام كان عنده دور تجاهك كبير وخاصة الإذاعة يا ريت تكلمني شوية عن الفترة اللي أنت دخلت فيها الإذاعة هو طبعاً أنا دخولي الإذاعة ما بيختلف كثير عن دخول كثير من النجوم المعروفين يعني. نعم. والشروط الأساسية في تلك الفترة اللي هي فترة الخمسينات يعني كانت هي انك انت يكون عندك قدر الحاجه اللي انت ماشي لها دي لو ما عندك قدرها ما احسن ما تمشي لانه في وقتها يعني كان في عمالقه يعني الليله انا لما ظهرت في الفتره دي احمد المصطفى وحسن عطيه والكاشي وعبد الحميد يوسف والشفيع وعثمان حسين ديل الناس اللي كانوا ابراهيم عوض قدامنا ابراهيم عوض كان يعني قبلكم بكثير ابراهيم عوض ده حرك فينا المساله هو ذاته هو حرك فيكم لانه هو ظهر 53 ونحن ظهرنا لما اقول نحن بذكر انا وبذكر وردي احنا ما جينا بعد ابراهيم فجينا في الفتره بتاعت 56 57 كان ابراهيم قدامنا بثلاث سنين وما فينا زول يقدر ينكر انه مسك العود ده كان بيتمرن في اغاني ابراهيم عوض
يعني كلكم تعلمنا اتمرنا في اغاني ابراهيم عوض. يا سلام، ده ما ده كلام. يعني العود ده انا لما تعلمته كعزف عود ساكت، لكن الزول اللي بيعزف عود بيلقى رقبته عشان يواصل لازم يترنم كمان. صح، لازم كان صوتك بيساعد ولا ما بيساعد؟ لازم تترنم. هاي نعم. فالترنيمه اللي كانت عندنا في الزمن ذاك والجيل بتاعنا كانت كلها ابراهيم عوض، لانه كان هو النموذج بتاع الشاب اللي داخل في الحته دي، وغير كثير جدا من 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 شكل الفنان، من مظهره، ومن اغنياته والثنائيه اللي كانت بينه وبين عبد الرحمن الريح والروائع اللي قدموها لنا. نعم نعم. فالحته دي كانت بالنسبه لنا مهمه جدا. نعم. وانا عشان ادخل المجال ده انا قدامي نماذج زي دي، يعني ناس ما سهلين ابدا. لو ما عندي حاجه تدخل من الحاجات اللي عند الجماعه ديل انا ما بقدر اجي هنا، ما بقدر اجي اسوي شنو. نعم. اسمع لي كلام ما في داعي له يعني وكذا. نعم. فالحمد لله انا قمت بديت بدايه يمكن مختلفة عن بداية كثير جدا من الفنانين النجوم. نعم. يعني. أنا ما جيت دخلت طوالي أغني. سنة 55 تقريبا أنا كنت تمكنت من عزف العود. نعم. وعزف العود على فكرة أنا تعلمته في مامورية في ود مدني. نعم. كانت تابعة لمصلحة البوسطة والنهاية واللي هي المواصلات السلكية والأسلكية. كنا في مامورية وكان معنا الله يرحمه كامل حسين العازب بتاع ساكسفون الله يرحمه، كان مشغل مع عشر حبيل وكده. اتعلمت منه العزف بتاع العود. لما رجعت من درمان واصلت التمارين بتاعتي. لما وصلت 55 أكاد أكون تمكنت خلاص أنا من العزف وكده. ف يعني الهام كده من 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 قصيده كانت منشوره في مجله الاذاعه وقتها، اذاعه التلفزيون. اي اغنيه بعنوان عشان كده. الكلمات دي عجبتني جدا، عشان كده انا حبيته، عشان كده انا حبيته. فقلت كده انا احاول، وكده انا بقيت اعزف كده واغني للكاشف واغني لابراهيم عوض. يا اخي ما كده احاول تلحن. نعم. جربت الحكايه دي في الاغنيه دي. في عشان كده. عشان كده انا حبيته، عشان كده انا حب. الحكايه لفقت. كلمات منو دي؟ ما متذكرها؟ والله شوف انا عشان اتكلم عن الكلمات الحته دي حصلت هي لما انا لحنتها كانت كلمات عبد الله نجيب. ايوه. ومنشورة في المجلة بعبد الله نجيب وخاتين صورته بجلابية وإم. نعم. ورغم إنه عبد الله نجيب شغال في البوسطة وبلمنا حوش واحد إلا إنه ما كنا متعارف. وشغالين في حتة واحدة. لما لحنت الأغنية دي جيت أنا قلت الزول ده أنا شايفه. بجلابية وعمة ده. أبي هاي لما هبشت في الحوش لقيت ده عبد الله نجيب اللي معانا في الحوش. زميلي. يا أخي تعال. انت عبد الله نجيب؟ قال لي اي. قلت له يا اخي انت عندك اغنيه في نشرت كده كده؟ قال لي اي. قلت له يا اخي انا لحنتها. يا سلام. قال لي انت بتعزف عود؟ قلت له اي بعزف عود. قال لي سمعني. قلت له ما عندك مانع، ساكن وين؟ بيت المال. وانا الملازمين يعني قريبين بعض، بيناتكم الشارع. قلت له بس تعال لي. يعني في البيت سمعت الاغنيه. طوال عشان كده. قال لي يا اخي دي اغنيه جميله جدا جدا. نديها لواحد من الفنانين. قلت له طوالي انا لا بعرف الفنانين دول ولا عندهم اي صله، بسمعهم في الراديو ومعجب باغنيه فلان وفلان. اتفقنا انا وهو نمشي لترشيح، وكان صلاح محمد عيسى. وقتها يعني ما اكذب عليكم انا كنت كويس عند عربيه ما حقت ابوي يعني ساعت ابوي وانا شغال في السواق. نعم. سقنا العربية ومشينا بيت صلاح محمد عيسى في والنباوي. السوق الكان جديد، حسي ما جديد طبعا. قابلنا شخصية لطيفة ورجل مرح ودود خالص.
قعدنا غنيت له الأغنية بتاعت عشان كده اسمع ويقول لي عيد عيد، وأتعرف عيد دي بيحفظ بيحفظ يا سلام، وكان سريع جدا يا ما شاء الله. لما انتهيت قلنا له خلاص بعدين انت تأذن لنا احنا نمشي. قال لي بس تقولها لي بس مرة واحدة. قلنا لي مرة واحدة، كان بيغنيها معي طوال طوال غنى. قال لي يا زول خلاص ابشر بالخير، الأغنية دي إن شاء الله الأسبوع الجاي بالكثير بتسمعها في الإذاعة. كلام جميل يعني. في جهاز تسجيل ولا حاجة؟ فوجئت جدا لما جاء قدمها من الإذاعة، قدمها بكلمات خورشيد. نعم. الحكاية شنو يا إخوانا؟ قالوا المطلع ده أساسا عمله خورشيد صلاح ذاته. أيوه. وداه لعبد الله النجيب. عبد الله صاغ عليه الكلمات بنفس الترتيب بتاع الكوبليهات المنشوره في المجله، واللي انا لحنت عليها كان شال برضو صلاح شال المطلع ده اداه خورشيد في نفس الوقت. نعم. اظن خورشيد لما جاب له الشيء اللي كتبه لقاه ما مطابق مع الشيء اللي انتوا لحنتوه مع الكوبليهات الاصلا اتلحنت وبقت اغنيه جاهزه. فأدى خورشيد فرصة إنه يغير الصياغة بتاعته، وفعلا أظنه عامل صياغة جديدة، وصلاح فضل بتاعت خورشيد اللي بتاعت النجيب. أي المطلع زي ما قلت لك أصبح صلاح يعني. نعم. ما شغلناه في الإذاعة بكلمات اسمعي خورشيد، كان الصدمة بالنسبة لي وبالنسبة لعبد الله النجيب. زعلنا وعبد الله بالذات طبعا زعل، والمدير وقتها كان الله يرحمه محمد صالح فهمي. نعم. راجل حاسم. نعم. عبد الله النجيب من الزعل مشى لعب محمد صالح، قال لي يا اخي الاغنيه بتاعت عشان، وهي كانت شنو؟ بدت تنتشر انتشار حكايه ما شاء الله يعني. نعم. اغنيه خفيفه وكذا ايقاع سريع، وصلاح اداؤه جميل واللحن خفيف. مشى قال لي يا اخي والله حاسس في الاغنيه دي كذا 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 كذا. أما الصالح طوالي أصدر التعليمات وقفوا الأغنية. ده كان العلاج بتاعه، ما داري طول الحكاية. لا. وقفوا الأغنية، بقت تجي الطلبات فيما يطلبوا المستمعون والبناء، والناس عايزين الأغنية. لا لا لا، عبد الله رايل طيب خالص وحبوب ورجل على نياته. لما عرف الحكاية دي وصدر القرار بأنه تقيف الأغنية مشى لمحمد صالح، قال لي يا اخي انا متنازل عن الموضوع بتاعي، فلتكن باسم خورشيد ما تحرم الناس من الاغنيه. يا سلام، كلام جميل. وفعلا مشت طوال خورشيد، مشت عليك. نعم. ده كان اول عمل لي في الاذاعه. بعد الكلام ده عبد الله نجيب الحكايه دي شجعته جدا بانه يجيب لي نص عشان الحنه. قام جاب لي نص بتاع اغنيه بتقول يا جميل يا جميل وين ايام راحت. لحنت النص. اتصلت بعبد الله قلت له يا اخي اللحن جاهز كده، شوف الفنان اللي يغني لك الاغنيه دي. قال لي لا، قال لي لا، المره دي تغني انت. عبد الله ده ما اتفقنا شنو نغني، وانا دي كمان نغمه جديده. قال لي لا لا تغني انت، والله انت بتغني الغنى ده كويس جدا يا اخي، مالك ثاني؟ نعم. قلت له كده خلي الموضوع ده. قال لي خلاص كده هاك النص الثاني ده لحنه. جاب لي نص ثاني بيقول سلام وكلام. مسكته لحنته قلت له هذا ندي لي زول. قال لي كويس، انت عندك زول في ذهنك؟ قلت له والله انا عندي خالي وعمي عبيد الطيب. نعم. انا اقترح نديه الاغنيه. قال لي انا موافق، دورنا عربيتنا ومشينا خرطوم. ساكن لا ما في تعب، ساكن السكة حديد. هو ما شغال كان في السكة حديد، سكة في البيوت بتاعت السكة حديد. اي مشينا له في البيت وقعدنا معاه وسمعناه البتاع بنفس الطريقة دي، وانبسط جدا. واحد من الأسرة والدخته والدخوه كمان ولحن وبتاعه، انبسط طبعا الحكاية دي جدا. حفظ الأغنية وقت جاب لي بتاعت يا جميل وين يا مين، قلت له هنا. قال لي اصل المره دي الا غنيت انت ده. نعم. الغنى ده كله وانت حس اديته الناس ده بتغنيه والله كويس جدا ما. نعم. فعبد الله كان سبب. نعم. قلت له خلاص ان شاء الله نحن
عشان نغني البتاعة دي أو ندخل في المجال ده المسألة عايزة لها مقدمات. قال لي هاي جدا كده نبتدي بركن ركن الهوى. قلت له كويس. ركن الهوى أنت عمرك الوقت ده كم يعني؟ أنا وقتها الكلام ده كان حوالي 56 يعني يمكن 20 سنة. هاي صغير لسه شاب صغير. تقريبا 20 سنة. قال لي خلاص أنا بعمل لك ترتيب تغني في ركن الهوى. قلت له جدا. لكن قبل ما تعمل لي الترتيب ده كده خليني أخذ الإذن من البيت. أنا ما ممكن. اللي يوافقوا يعني. أمشي أغني في الإذاعة. وما أخذت الإذن من الأب ولا من صعب شديد يعني. المهم قال لي خلاص كويس مشيت كلمت الوالد الوالدة دائما أقرب أيوة صح والحاجات الصعبة دي بتجيك مع ولدها بتدخل بيها بتجيك مع الولدة أي صح أي ما بتمشي طوالي أي لأبوك مجلس مجلس السيادة فقمت تكلمت رئيس مجلس الوزراء تنفيذ قلت له والله يا حاجة شوفي أنا دار أغني في الإذاعة قلت لي ده كلام شنو قلت له والله غايته عندي فكرة أغني في الإذاعة كده شوفي لي رأي الوالد شنو يعني قلت لي كويس خليته مشت أديته يوم والتاني طبعا الموضوع بالنسبة لي مهم جدا الرد بتاعه صح هي أخذت الموضوع كده يعني عادي مشي كل ما تلاقيني في 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 البيت أقول حتقول لي ناي تفوت مني يا اخوانا وبعدين اللي حاصل شنو؟ يا حجه الموضوع ده شنو يعني؟ قالت لي خلاص الليله بعدين بكلمه فعلا جاتني طوالي في المسا قالت لي والله ابوك وافق لكن عنده شرط قلت لها شرطه شنو؟ قالت لي قال بالحرف الواحد ان شاء الله تبقى ليهم زي احمد المصطفى يا سلام كلام جميل يا سلام ان شاء الله تبقى ليهم زي احمد المصطفى وأنا لعلمي الوالد عليه الرحمة الله الرحمة كان من المعجبين بأغاني حسن عطية جدا نعم لكن الحتة اختار أحمد المصطفى ليه؟ لكن اختار أحمد المصطفى وليه؟ سؤال طبعا هنا بقى الشخصية صح السمعة العامة النشاط الاجتماعي وأحمد طبعا ما شاء الله كان يعني رجل اجتماعي وكان رئيس النقابة بتاعت الفنانين يعني فهو أخذ الجانب ده الاجتماعي أكثر من الفن قلت له يا زولة كويس والله العظيم بالصدفة الأغنية الأصلة خدتها في بالي أغنية بتاعت حياتي حياتي أحمد المصطفى بتاعت أحمد المصطفى صح يا سلام ما غنيتها عشان هي قالت الكلام ده ولا هو والله اصلا في بالك دي الاغنيه في بالي لنا كانت الاغنيه الجديده المحبوبه وعامله لها يعني راو كده شاعر اسمه عبد الوهاب منو كده حاجه زي في الركن بتاع الهوى وكان على فكره بقدمه بروفيسور علي شمو نعم بروفيسور علي شمو كان بيقدم البرنامج مشينا وغنينا الاغنيه بتاعت حياتي حياتي. قال لي خلاص انت كده كسرت عين الشيطان زي ما بيقولوا وبعد ده نمشي لوين؟ للاصوات الجديده طبعا مشوار طويل نعم والكلام فيه طويل وعامر ومليان انا قلته يعني. قبل كده يعني نعم كتير يعني مشوار لكن دي بدايات اللي يمكن اجابه على على سؤال على السؤال نعم وما يعني دار امشي اكثر من نعم. كده وحصلت قفزات كثيره نعم. يعني انت من تعليم التعلم العود لمسألة التلحين لمسألة انك تدي اخرين مثلا تغني في ركن الهوى الاصوات الجديدة دي كلها مراحل كانت يعني مرحلة فيها ودي ادتك زاد ايوه وزي ما انا ذكرت يمكن قبيل كان ما عندك معدات وحاجات يعني حسي حسي الجماعة ديل كان ما عندهم كاميرات سمحة ما بقدر يصورونا كيف الناس حيقولونا كيف للناس يعني فالحكاية نعم أستاذ نجم الدين أنا دار أمشي لك وأشوف يعني العلاقة الطيبة بين الفنانين هون احنا اللي لقينا ولقيناكم مع الاستاذ صلاح الاستاذ صلاح بيتميز غير يعني يمكن ذكر شويه عن احمد المصطفى ويمكن يعني طلب ابوه يتنفذ بحذافيره
يعني اجتماعي، وعرفنا انه الناس اللي كانوا موجودين في المستشفى والناس اللي بتزوروا. لا وجيت اداري، وجيت اداري برضه احمد المصطفى كان اداري، كان فيها يعني احمد رئيس يعني. نعم يعني التمرحل اللي قالوا يعني كل الاشياء دي ساهمت وساعدت في انه يكون دائما في خاطرنا وجوانا. انا دارك زي مدينه تتكلم لي برضه شويه عن انتوا لقيتوا ناس استاذ صلاح في الاذاعه، واكيد كان في كثير من الادوار اللي قاموا بها تجاهكم الجيل اللي قدامكم. انا يمكن بقى يا استاذ صلاح انتوا يمكن الجيل اللي بعد الثاني بعد الحقيبه. احنا انا اقدر اقول لك الجيل نمره ثلاثه. نمره ثلاثه. طيب يا ريت تكلمنا عن الجيل الاول. الجيل الاول ده ما هو الجيل ناس الكاشف وعبد الحميد يوسف ديل جو بعد الحقيبه. ايوه انتوا الثاني. انا احنا جينا بقى ناس ابراهيم عوض ويمكن سيد خليفه واحمد الجابري وشرحبيل ووردي صلاح ابن البادية، كل المبدعين ديل، كل النجوم الشفوت. بلغة العصر يعني. نعم سيدي مدين، يعني أكيد في الإذاعة، الإذاعة هي دائما يعني يمكن بتبرز الناس قبل التلفزيون. صلاح مصطفى الأستاذ قابلته كثير، هل اتغنيت له أو دندنت له بحاجة والعلاقات بيناتكم، أو كنت بتحب تسمع حاجة معينة من أستاذ صلاح؟ والله حقيقة يعني أنا معجب جدا جدا بأستاذ صلاح مصطفى، وبسمع وبطرب لأغنياته. بعدين فيني حاجة عجيبة يعني، أنا ما عارف ليش الفنان البحب اسمع غناه ما بحفظ غناه. سبحان الله. لكن لما تسمع بستمتع به، بستمتع به، لانه هنا بتخش الحته بتاعت انه انا هل ممكن اغني ولا ما اغني، وانا عندي شخصيتي الفنيه اللي براها. فبستمتع جدا باغنيات اساتذتنا كثير. بعدين انا يمكن يعني الواحد فينا لما قام ودخل الوسط الفني ده ولقى العمالقه ديل قدامنا اخذنا منهم الكثير. حتى بعد ذلك لما نلاقيهم في الإذاعة في غرفة البروفات أو عندهم تسجيل أو في التلفزيون، فالواحد بيكون بترصد في إنه حتى مشيتهم ذاتها كيف، عشان أنت تتعود منها المظهر العام، السلوكيات، الطريقة، طريقة التعامل. فدي أفادتنا كثير جدا، خاصة إنه لما بدأت حياتي الفنية أخذ بيدي الأستاذ العاقب محمد حسن ولحن لي أحلي لك يا أسمر وداني كذا أغنية. فلذلك والأستاذ أحمد المصطفى أنا كنت واحد من أبنائه. نعم. يعني كنت بصل حرتين وبمشي لهم في البيت لما يكون عندي لو عنده في عنده مناسبة في البيت. بتذكر كم زواج واحدة من بناته. أنا بكون عندي حفلة، لأنه في الأيام دي بشتغل ثلاث حفلات في اليوم. نعم. فكنت بمشي هناك وأحضر المناسبة وأقسم البيبسي والبومية والحاجة الباردة للناس حتى أمشي. فكان بحس بأنه ديل آبائي. وهم ناسنا الكبار وتعلمنا منهم اشياء كثيره. لذلك بحرص جدا جدا، وكنت بتمنى انه جيل التواصل ده ما كان ينقطع في فتره من الفترات. يعني تواصل الاجيال ده مهم، لانه مهما قام الشاب مهما كان زي ما بيقولوا مفتح ولا مفتح، لازم يستغي بعض الاشياء من الناس اللي قدامه. نعم. يعني هي تكون قدوه، بيكونوا قدوه بالنسبه لنا. فلذلك انا بحرص كثير جدا جدا على اساتذتنا موسيقيين وملحنين وشعراء ومطربين ونجوم المجتمع كلهم، في انه الواحد يكون متواصل معهم، لانه دي الناس ما بيتكرروا. يعني جيل كان جيل جميل، علمونا احترام الذات واحترام الاخرين وتوقير الكبير واحترام الصغير. فانا افتكر انه يعني في اشياء كده لا تشترى، يعني انت بتخلق في أثرت فينا احنا حتى في تربية أبنائنا وبناتنا وأولادهم. لذلك بتمنى إنه والله يعني دي فرصة طيبة في إنه أنا أقدر أقول للجيل الجديد، اتحاد المهن الموسيقية مفتوح لكم، تعالوا يا شباب وشابات وأخذوا
وانهلوا من الناس سبقوكم، حتى وانه كل زول يؤدي رسالته بطريقه صحيحه. وبشكركم جزيلا وسعيد جدا انكم مع الاستاذ صراحه. انا هديك الفرصه انك تتكلم، ولكن بعد ما تورينا اول لقاء، هو اظنه في الستينيات ولا حاجه زي انا هديك فرصه، لكن لازم نسمع حاجه. انا واحد من الناس يعني جريده الخرطوم اللي 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 فيها اخونا ذاته المنتج زميل الزبير. لا. انا كنت بحب وانا ولد صغير يعني دائما بحب اقرا لمختار ضفع الله. يعني مختار كان عنده حاجه همسه ولا حاجه زي دي، انا ما اعرف همسه الحروف ايوه. انا كنت بمشي اشتري جريده الخرطوم عشان اقرا القصيده اللي كتبها استاذ مختار. استاذ مختار كده ورينا انت سنه 67 لقيت الاستاذ صلاح، وبعدين نشوف الهمس. 67 دي انا قلت لك في 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 ذاكرتي الرطبه لقاء ويني مع استاذنا صلاح مصطفى، وهو قد عاد لتوه من المملكه المتحده بعد ان امضى فتره في فترة دراسية هناك في إنجلترا يعني. فأنا شهدت لقاء التلفزيون أظن أبيض وأسود كان برضه، فغنى فيه أغنية من كلماته من ألحانه، ده لفت انتباهي وإلى قريب جدا كنت حافظ عليه. وأهلي حبايبي غربة طويلة عن البلد. أيوة غربة طويلة عن البلد. فأنا من الوهلة الأولى سمعتها حفظت فيه كمية كبيرة جدا من وبعدها أقول لك حاجة ثانية، في المرحلة المتوسطة وأنا في الأحفاد، الأحفاد أولادي يا زبير سعيد، وأنا بقرأ في الأحفاد المتوسطة يعني كنت بغني لصلاح مصطفى مشي أمرك يا غدر. أيوة كنت بغني وكان صوتي كويس يعني فترة دي. نعم لا ما قدر ده ماضي حاجة من الأغنيات الكبيرة، لكن أغنيات خفيفة كنت بغنيها. نعم ولا لا 404 برضو علي شبيكة علي أستاذنا البروفيسور علي شبيكة. وبعدين يعني ظلت فترة طويلة جدا في المدرسة الوسطى، أنا فنان المدرسة بأغنيات صلاح مصطفى. نعم نعم تشاعر الله. وأنا طالب في السنة الأولى جامعة في زقازيق في مصر، لما جيت السودان ما في موبايلات. نعم يعني التليفون الثابت، لقيت تليفون بيتنا معطل. ما عندي حيلة غير أستاذي مصطفى سند يا أخوي الكبير أستاذي. جيت طوالي ولقيته في الطابق الأول، بتذكر عنده حصة أو محاضرة مع تلاميذه، هو أظن في معهد البريد كان. فخشيت عليه وسلمت عليه وكده، وجيت بيتين وقلت له والله جيت امبارح. فقلت له والله يا استاذ مصطفى التليفون بتاع البيت لقيته بايظ وما عارف يحصل شنو، انا جيت اكسب. قال لي ما عندك مشكله، احنا اسفين بس انا انتهي من المحاضره دي انزل معك تحت للمهندس اتكلم معاه وان شاء الله تليفونك يتصلح. فقعدت انتهي من المحاضره، جيت نازل معاه تحت، نزلنا نازلين زي بيدروم تحت كده. فوجيت وجها لوجه مع امام الاستاذ صلاح مصطفى. فقام قال لي يا استاذ صلاح ده ولدي، واحد من اولادي مختار ضفاع ده، وعنده محاولات شعريه كويسه وبيكتب شعر وكده. فقام قال لي خلاص طالما هو بيكتب شعر اديني قصيده لو عجبتني يمشي طوالي بيت بكلم تليفون. لحسن الحظ سايق عربيه باشمهندس علي الله يرحمه اللي هي 60 قديمه كده. فطلعت برا في الطابلو لقيت نسخة من ديوان أنا يا بلد، فهديته الديوان. فعلا رجعت البيت التلفون اشتغل. قعدت الإجازة شهر ونص، رجعت القاهرة قعدنا شهور كده. بتيجي الجرائد السودانية في طلعت حرب، لكن ما في ذات التاريخ الجريدة حقت يوم السبت هاي بتيجي يوم الثلاثة يوم الأربع. فبالقوة بنلقاها بنشتريها. وبعدين في الزقازيق على بعد ساعة ونص من القاهرة، لكن الطلبة بيجوا. فجوا الطلبة من زملائنا في زقازيق قالوا والله كنا في القاهره اشترينا جريده لقينا فيها الاستاذ صلاح مصطفى صرح قال انه حيغني لك اغنيه. قلت له اغنيه شنو؟ قال لي والله ما عارفين الجريده عندكم. قال لي والله ما بنزل الزكاه خطيناها معي، لكن والله هو يعني صرح في جريده ما في صفحه سليمان عبد الجليل اظنها، فقال انه حيغني لك اغنيه جديده. فبعد ذاك كان في مهرجان الثقافه وانا برضو في مصر، الاذاعه مشكله كبيره السمع. بيجينا بعد 8 ونص، انا اتذكر تماما انا حاضن الراديو وطالع في السطوح فوق، انا قاعد مع البطوة اللي بيزين فوق منتظر السطوح هاي شايل لي راديو وبسمع المذيع عمر عثمان الله يرحمه. والله اتذكر قدم الاغنيه الاولى حروف الفراشه الحان وغناء الفنان الكبير صلاح مصطفى.
كلمات مختلطة في عرض. ما يتخيل أنا الفترة بعدين ما معروف كويس أنا الفترة ذيك. لا وبعدين ما تنسى أنا جمعت كمية كبيرة جدا من الطلبة وصرفت عليهم شاي وقهوة عشان يسمعوا اسمي الليلة في الرادي يعني حيث أنا ليس راح مصطفى. وبعدين من تصاريف الغدر العجيبة إنه بعد انتهاء أستاذ صلاح من الأغنية قدموا صلاح ابن البادية في أغنية استعجاجيحة من كلمات مختلطة في عرض. ما تتخيل أنا شايف نفسي قدر الهرم السعادة كذا. هذا لقاء جميل. نعم. والله نعم قبل أن لك العلاقين ما أدري مسائل لا أتذكر. نعم ده رصيد كبير بالنسبة لي. نعم هذا قريب لنا شوف شوية كذا أقريك حروف الفراش ذات نهاية نعم يا شدر بلدي وبيوته يا شدر بلدي وبيوته يا ربيع ما هان عليه ويمر بحاراتنا ويفوته يا أماسين الحبيبة ومنيات صفحة قريبة ويا مطر ساقي المرابيع الجديبة يا ربيع في عمري باسم يا فرح كل المواسم يا عيونك لما أرحل بقولي أجمل عواصم ولو جفتني في يوم عيونك من صدود ماني خايف وصلي في عينيك شايف رقصة الموج في الشواطئ وبهجة الناس في المصايف أو رقصة الموج في السواحل وبهجة الناس في المصايف والدراويش لما يغرقوا في الذكر وذكرنا بيلا الخدر والعلاقة بين أناملك والقطايف ولو جفتني في يوم عيونك من صدود ماني خايف وصلي في عينيك شايف رقصة الموج في الشواطئ وبهجة الناس في المصايف واتكاءات العصاري نزعة الشوك في الجماري والخدار الداب وفرهد وشر في كل الصحاري والشمس لامين تقيف بعزة في الفاصل المداري هذه حروف الفراش كامل عبد المجد أستاذ صلاح كتب أغنية لحمد الريح تهي الخصل سنة 68 هو طالب في جامعة الخرطوم عشان تعرف البريد والبرق ذاته كان متقدم كيف أنا ما عندي أي معلومة غير إنه الأغنية دي شاعرها كامل عبد المجيد طالب في جامعة الخرطوم جبت الظريف بعديش وظريف بتعريفه ومعه ورقة وطابعة بتعريفه جامعة الخرطوم الطالب كامل عبد المجيد اتكلمت له عن تايه الخصر إشادة وبعد ذاك ما جاني رد ولا لاقاني ولا بعرفه ولا ما شفته الكلام ده كم؟ كان 68 70 80 84 انا جاي من بين كولوزيوم والبنك الفرنسي قاطع شارع فيكتوريا اللي هو شارع القصر جنوب شايف زول واقف لابس سفاري يشبه كامل لأنه شفته مره مرتين في التلفزيون فجيت عليه اترددت في الاول ثاني قلت انت فارقة معك شنو ما سلم عليه فمشي سلمت عليه سلم عليه كويس قلت والله يا استاذ انا مشبهك قال لي على منه قلت له على كامل عبد المجيد قال لي انا كامل عبد المجيد انت من قلت له لا والله انا ما بتعرف انا زول ساكت والله بتعرفني لا من وين يعني ولدنا من وين قلت له انا اسمي مختار ضفع الله الله انت مارس التريج جواب سنه 68 وانا طالع في جامعه خرطوم وتيت مذكره قال لي والله محتفظ بالاسف دول جواب انا قلت الكلام ده ليه استاذ كامل كل ما يقدمون انا قدامه في ندوه بيجي اقدمه انا الان مع عمنا كامل عبد الماجد شاعر كبير فالمساله انا حسيت انها بتضايقه فبقيت اكررها فيوم في كسله في تكريم الحلنجي ومنقول على الهواء فبعد ما قدموني قمت قدمت وقدم لكم عمنا كامل عبد الماجد مسك الميكروفون لا السلام عليكم لا مختار تعال هنا انا هاي تعال هنا انت 68 ما كنت تري جواب طالع عن خرطوم قلت له عمرك كان كم؟ قلت له 5 سنين في زول عمره 5 سنين بكتب كلام زي ده قلت له انت ما سمعت انه سيدنا عيسى كذب الناس في المهد؟ قال لي كلمهم لكن ما كتب لهم انا صراحه من كلام استاذ الشاعر مختار والجوابات لازم يمشي البسطه يعني اكيد عنده ادوار كبيره ونحن يعني انا واحد من الناس يعني يمكن حفظت بعض الاغنيات يعني لما استاذ صلاح يغني انا بردد معه زي ما قال استاذ نجم الدين يعني ما بنحفظ لانه بنحب لكن انا جاري الدكان مثلا بسمع الاغنيه بردد معاه وكنا زمان يعني اغنيه استاذ صلاح بتحسبيها يعني اقرب للحب والعلاقات العاطفيه والكلام زي ده الناس كان بتكتبها في الجوابات يعني لو عندك علاقه بتقوم تكتب انا داير استاذ صلاح يتكلم لي عن البسطه والناس في البسطه وتاثيرهم عليه والله يا اخي الكلام عن البسطه ممكن يكون كلام كثير جدا طبعا ناخذ منه يعني والبسطه من الوزارات
يعني جماهيرية، ووزارة بتتعامل مع الناس كلهم وبتتعامل معهم في أكثر الأشياء أهمية، يعني من حوالات لطرود لتلفونات للاسلك، كل الحاجات دي كلها البوسطة دي يعني، وتلغرافات ويعني ففي علاقة متينة جدا ما بين الناس وما بين الناس اللي بيشتغلوا في البوسطة. يعني حتى من الحياة المعروفة جدا زمان في الولايات برا، أشهر الشخصيات الموجودة في الحتة دي ناظر المدرسة، ناظر البوسطة، وناظر المحطة، والبوسطة، ووكيل البوسطة. نعم صح، كلام سليم. ديل شخصيات مهمة جدا جدا، يعني أصلك ما بتقدر تتجاوزهم يعني. نعم. نفس الشيء هذه المؤسسة بتخصصات الكثيرة المرتبطة بحياة الناس وباجتماعيات الناس وبخصوصيات الناس لقت هذه المكانة، وبالتالي أثرت على الناس الشغالين فيها. صح، كلام سليم. يعني لازم يكونوا ناس بيحسوا بالحتة دي ذاتها وعظمتها وعلى قدرها ونوعية الناس اللي بتجي عشان يقدموا لها الخدمات. يعني بيجيك واحد عنده أولاده برا في ما بعرف داري يتكلم معاهم بالتلفون، عندك زول ما بعرف مستني له حوالة جاياه من وين عشان يدفع إيجار البيت والحق المدارس. ناس يعني علاقات اجتماعية خلت الناس الشغالين ذاتهم يتطبعوا بهذه المسألة، ويكون عندهم وضعية تختلف عن كثير من الوزارات الأخرى. ويمكن نفس الموضوع دي أنا أقول بينطبق على الناس الشغالين في السكة حديد. برضهم هم يعني أشبه ببعض كثير جدا. فأنا الكلام ده حبيت أختصره. نعم، لكلام جميل. لأنه برضو زي شايف الزمن يمكن يكون مشابهنا. نعم نعم. وأنا في حتة بفتكر يعني إلى جانب شكري وتقديري لمجيئكم وتقديرا لقناة الشروق. نعم. والمعيد ومقدم هذا اللقاء حبابك الف، والإخوة ووجوده معنا في هذه الحتة، بفتكر لابد من كلمة تقدير وشكر لكل الناس اللي وقفوا معاي في اللحظة اللي حصلت فيها الحادثة اللي أنا لا زلت بعاني من أثارها. نعم. فحقيقة وقفوا حولي ناس كتار لدرجة عالية جدا. نعم. ناس أصدقاء قدام جدا، والأهل والأقارب والأصدقاء والجيران، ويعني خلوا الواحد فعلا في لحظة حاس بأنه هو العلاج بدأ من هنا. نعم، من الوقفة، من اللحظة ديك يعني. نعم. اللي أنا شايلني شيل كده عشان مكسور هنا ومكسور هنا فالحتة دي قيمتها عالية جدا. نعم. بغض النظر عن غياب كثير من الجهات اللي يفترض تكون موجودة، اللي يفترض تكون في مقدمة. ده كلام سليم. بحكم أشياء كثيرة جدا. كلام سليم. يعني أنا ما دار أمشي بعيد، لكن بقول في جهات كثيرة مسؤولياتها بتفرض عليها. كلام سليم. الوقوف مع الناس في أشيائهم. نعم. في كل أشيائهم. نعم. في الأفراح وفي الأتراح وفي كل المناسبات يعني. نعم. وبخلاف كده بتبقى المسؤولية هنا ناقصة. نعم نعم، ده كلام سليم. تكون ناقصة كثير جدا. نعم. وأنا عشان أختم كلامي برضو في الحتة دي، لابد من كلمة شكر وتقدير للمشرف على هذه العملية من أساسه ومن بدايته ومنذ الاستقبال الأول، طبيب الإنسان أخصائي جراحة العظام والكسور دكتور جمال الطيب العبيد. نعم. هذا الرجل أشرف على كل وقف وقفة من ما وصلت الإشارة. نعم. بأنه الرائد ده صلاح مصطفى ده جاي هنا مكسور استلم الحكاية. نعم.
ووقف عليها هو وكل الأطباء والطبيبات والناس المختصين في المجالات الطبية حول القصة بتاعت القصة دي في كله. مستشفى آسيا إدارة وأسرة كلهم لهم شكر وتقدير، وقفوا على هذه العملية واللي استغرقت 6 ساعات ونص. ست ساعات ونص طويلة ما كان مفروض علينا أي شيء غير إنه النازل كل المستشفى تحس بيه وشغال معاك بنفس الإحساس بتاع المواطن اللي بيخدم في 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 بإنسانيته في مهنته لمواطن من مواطنينه يعني. ودي لدتك المعنويات هي ذاتها. دي مش قلت لك ده الشفاء بدأ من هنا. نعم نعم. يعني نعم. لو ربنا كتب الشفاء. اللهم آمين. نسأل الله إنه ربنا يكتب الشفاء. اللهم آمين. البدايات الزيدية لها تأثير كبير جدا. أكيد أكيد يا أستاذ صلاح. وأنا والله أستأذنك يا أخ نجم الدين ونيابة عن زملائنا كلهم. يعني إحنا نقدم شكرنا وتقديرنا لهذا الطبيب الإنسان الأخ جمال الطيب العبيد على كل الوقفات الإنسانية اللي وقفها معنا، وربنا يجزيه خير. اللهم آمين. ويجزيكم أنتم خير ويجزي كل الناس اللي تعاملوا معي ولا يزالون يتعاملون معي بالهاتف. نعم. من داخل ومن خارج السودان. نعم. وكل تلفون عنده قيمة عالية جدا. نعم. لأنه أنت قيمتك كبيرة أستاذ صلاح. هاي. ونحن لما قلنا في الخاطر لأنك ابدا يعني غيابك حتى هذه الشهور انت ما غبت من الناس، انت في وجدانهم وفي فكرهم وفي عقلهم وفي كل في كل حواسهم يعني قدمت لنا كبير. الله يبارك. وانت قبل اتكلمت وقلت يعني الوالد الله يرحمه قال لك تكون زي احمد المصطفى. نعم. انا الان بقول لك يعني وانت قلت غنيت حياتي 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 وما كنت انت اصلا يعني اصلا هي معجب بها. ما صح. انا كمان انا معجب جدا باغنياتك وبأغانيك، والآن أنا دارك حتى لو تدني لي ما يعني حقيقة أنا لما عرفت من الأخ الزبير إنك الأستاذ صلاح مصطفى هو حيكون أنا أمس كلمت ناس البيت لأنه بالليل دائما بفتح أغنياتك زي ما قلت لك في ظل الأوضاع و و و ده كله لازم تنوم بحاجة حلوة وهادئة وترجعك قدر الناس. مختار مختار دائما بحب الصغر لازم اسمع حاجه يا استاذ. والله شوف الدكتور ما اذن لي بالاهتمام. نحن حبنا لك وانا عندي مقابله معه قريب عندنا حبنا لك تقول لنا مقطع بس حتى لو بعد الغياب او اي 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 واحده من الاغنيات الجميله. كنت عايش في سعادة وقلبي فرحان بحبيب لا 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 يا ما شمت الناس عليه لما حاول يوم يسيبون لا 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 الفراق قسموه ليه الفراق قسموه ليه الفراق قسموه ليه قلبي رضيان بنصيبه لا 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 أنا رضيان بال رضيان بالحصل ده كله. نحن وسعيد جدا بجيتكم ونحن أزعد وأنا أتمنى إنه هذه الرسالة الحلوة تصل لكل إنسان أكيد. عبر قناة الشروق أكيد. ويتلقوها الناس ويكون فيها رد على كثير من الأسئلة والاستفسارات ومن ال وفيها كثير من الرسائل هي كثيرة والحمد لله أنا بخير وعافية وهو طبعا اللغلغة الكثير دي ذاته بتوري إنه زول غايته الحمد لله رب العالمين ما بطال يعني. نعم الحمد لله. أنا بحييك كثير وبشكرك كثير جدا وكنت الليلة أنت أول زول نحن يمكن نستضيفه في هذا البرنامج في الخاطر وبحيي الأستاذ الكبير نجم الدين الفاضل نائب رئيس اتحاد المهن الموسيقية وبشكره وبحيي أيضا الأستاذ الشاعر الكبير مختار دفع الله وأستاذنا أيضا علي العمرابي وهو واحد من الفنانين أيضا الجميلين اللي قدموا وحيقدموا بإذن الله سبحانه وتعالى. كنا في هذا اليوم مع الأستاذ الكبير الفنان والملحن الموسيقار صلاح مصطفى وهو دائما جوانا زي ما كثيرين في شتى المجالات هم جوانا ودائما معكم نحن
في الخاطر. طمع الحنين دفا شوق المطر حاطل سجعت قواري الروح بطيب الخاطر عمر الوطن والمطر.